جموع قفيرة من المواطنين والمقيمين حطت بغسر شويخ لتهنئة سمو الشيخ ناصر المحمد بشهر رمضان المبارك. رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء تقدموا الجموع الذين قدموا التهاني والتبريكات وأعربوا عن صادق مشاعرهم وأمانيهم بأن يديم الله على الكويت الأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. يثبت الشعب الكويتي الوفي مرة والأخرى المكان الكبير التي يحتلها سمو الشيخ ناصر محمد في قلوب أهل الكويت الأوفياء مواطنين ومقيمين. فهذا الحشد المبارك الذي توافد اليوم على قصر الشيخ العامر ليس إلا دليل بسيط لهذه المكانة، وكذلك يؤكد تراحم مكونات المجتمع مع أسرة الحكم ومع أحد رموز هذه الأسرة سمو الشيخ ناصر. أطال الله في عمره إن شاء الله وأمد الصحة والعافية، وعاد هذه المناسبات على الجميع باليمن والبركات إن شاء الله. الله يديم الجمعات الطيبة والأفراح على هالبلد وعلى شعب الكريم. الحقيقة مثل ما أنت شايف هذه عادة جبلنا عليها، أهل الكويت دائما يتبادلون التهاني والتبريكات، واليوم كالعادة سمو الشيخ ناصر ديوانة عامل ومزدحم بالمهنيين، ونتمنى الله يعطي الصحة والعافية وطولة العمر ويعطي هالزوار الصحة والعافية على العنوة، والله يديم الأفراح إن شاء الله. إحنا في شهر كريم في هذه الأيام، يعني فرصة للقاء والتزاور ومبادلة التبريكات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الخير والسلام في الكويت، وتبقى يعني أواصر المحبة فيما بيننا بين الكويتيين وبين القيادة الرشيدة بأحسن الأحوال إن شاء الله. الحضور أعربوا عن تقديرهم لسمو الشيخ ناصر المحمد وأشاروا إلى صفاته التي استدعت هذا التقدير والمحبة. أجد أن هذا الحشد الكبير إن دل على شيء فإنما يعبر عن استفتاء لمحبة سمو رئيس الوزراء السابق في قلوب أبناء الشعب الكويتي. هذا الحشد بمختلف طوائف الشعب الكويتي من قبائل ومن طوائف ومن عوائل من حضر وبدو يعبر عن مكانة هذا الرجل وحبه في قلوبهم وحبهم هم في قلبه. لهذا أتمنى له الصحة والعافية، أتمنى له أن تستمر هذه العادة، وليس غريبا على أبو صباح الذي هو دائما يعني يواصل هذه العوائل، يواصل أخوانه المواطنين، وليس غريبا أن نجد هذا العدد الكبير لحضور التهنئة له. سمو الشيخ ناصر محمد الحمد لله الرجل متقارب على جميع فئات أهل الكويت، وهذا ما بين الآن التلاحم الموجود وهذه الصلة القريبة ما بين الحاكم والمحكوم. فعسى الله إن شاء الله يجعل يعني ديوان سمو الشيخ ناصر محمد عامره بوجوده وبوجود أخوانه وبوجود الشعب الكويتي وهذا الكم الهائل من هذا الحضور اندل دلالة على صلة التقارب ما بين الشعب الكويتي، ولا يوجد يعني هذه الفجوة ما بين الحاكم والمحكوم. الشيخ ناصر أدى وأعطى كل ما لديه من ثقة ومن أمانة في خدمته للوطن، والشعب الكويتي اعتاد منذ التاريخ بأن يكون هناك ترابط. عادة سنوية لسمو الشيخ ناصر المحمد جمعة المواطنين والمقيمين ليس فقط في مكان واحد بل على محبة الكويت، راجين من الله أن يحفظها من كل مكروه. أحمد الحربي لقناة الصباح الإخبارية.